السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والصحة والعافية. صباح الخير يمه. صباح النور حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية دائما يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين تكونوا بخير وصحة وعافية. جمعة مباركة عليكم، طبعا اليوم جمعة. جمعة سعيدة بخير وبركة عليكم. حجية شو راح نسوي اليوم؟ راح اضرب ابرة بجسفي. اليوم طبعا ذيك المرة قبل يمكن شهرين ضربت ابرة الحجية وانا هم صورتها بوقتها، فما صارت زينه بصراحه، يعني ظلت كم يوم ورجعت يعني توجع. فرحنا للدكتور فقلنا له حولنا الاخصائي على مشينا نشوف الكتف مال الحجيه اول شيء وبعدين عود، يعني مو مشكله. فقال لي اوكي. فمهم بس قال لي لما تروح للاخصائي، لان هنا الاخصائيين اول شيء الوقت مالتهم يعني 3 اشهر 4 اشهر يلا تحصل موعد، وتكاليف عاليه همين للزياره. فقال لي انت الزياره ليش تدفع فلوسها وهاي وتنتظر طويل؟ وراح تروح شو حيقول لك؟ حيقول لك انت ضربته مره واحده ابره، حتقول له اي، حيقول لك زين اضرب واحده ثانيه وتسوي موعد ثاني، وهم تنتظر اشهر وهم تكاليف. فانت لازم تضربون الابره مرتين يلا تشوفون الاخصائي. فقلت له خوش حكي، فانطانا يعني تحويل الاسمه مال اللي يضربون الابره يعني. فهسه راح اروح اليوم، انا سويت له موعد الحجيه، فهسه بعد شويه الموعد، فنروح وتسوي الابره ان شاء الله زين، ونرجع ونكمل ان شاء الله نشوف ايش عندنا اليوم. مو ان شاء الله يعطيكم الصحة والعافية، فخليكم ويانا حبايبنا. هسه وصلنا، قاعدين ننتظر انا والحجيه. زين، ايش كذا باقي لنا حجيه تقريبا؟ قولي ربع ساعه. اي ربع ساعه تقريبا، عبينا الاوراق كل شيء مالتهم، لانه يشيكون عليها ذابين مثلا سكر هالامور هاي، على مود هم دائما يحبون هاي الشغلات يسووها. بس شنو كملنا، هسه ننتظر شويه ان شاء الله ونحب. وهسه ويا الحجيه، هسه شنو يعني راح يضربوا هنا الابره. طبعا هسه راح تلبس هاي المثل الصدريه زين، وتجهز وتنام هنا على مو شنو يجون ويضربوها الابره. حجيه اكو وجع بعد هنا؟ اي والله هواي قاعد توجعها، فهسه ان شاء الله بس يضربوا اياها شويه تسكن الالم زين، وان شاء الله هالمره احسن تكون. يقولون مرات الأبرة الثانية يعني أفضل من الأولى دائما، فإن شاء الله تكون أحسن وما يحتاج أخصائي. بس أهم شيء نضربها اليوم زين، ونتسبع نتقوى وسهلة. ها أنت ظلت بوا علي، أنا حظن أضحك، تعرفين أنا بس أضحك. إذا ظلت بوا علي أضحك فتنسى الألم. ها ولدي رمبال، هسه طبعا شغلون كاميرا على مود الأبرة شلون يعني المكان مالتها، وهاي كلها مخليها، وهاي هنا الأجهزة يسووا لها بيها ما ادري يعني شيء، يكون كل شيء وبعدين يضربوها الابره ان شاء الله. مشافايا ومعافايا يا حلوه. الله يعافيك حبيبي. الله يخليك. احنا مثل ذيك المره انا شنو لما يجون يريدون يضربون الابره احكي ايش نكته زين، ونكته قويه محضر لك، فهم شنو تضحكين زين؟ لسه قاعد تضحك حجيه، مقدمه اعطتني اياها كاش. يلا نرجع لكم حبايبنا الابره. ها حجيه شنو الشعور؟ ايش ثقيله هسه شويه مو؟ هي توجع. توجع ماشي. يلا هسه خلينا نبدل ونطلع ان شاء الله ونشوف شنو الترتيب. الجنطه مال الحجيه وهيك خلصنا، تج صح والعافيه امه. يلا خلينا نروح للبيت ونشوف شنو الترتيب عندنا هناك ان شاء الله. ان شاء الله. هاي وصلنا للبيت، الحمد لله على السلامه حجيه. ان شاء الله هالمره تكون احسن. لانه ذيك المره احنا الابره ضربوها بصراحه بسرعه، شو هالمره يعني طولوا وخلوا ابرتين مو ابره واحده، يعني عبوها مرتين للابره زين، واكو هنا كان اكو فراغات زين عبوهم كلهم. طبعا قلت لهم خليني اصور، ما قالوا ممنوع ما يصير تصوير الشاشه اللي هي لما يدخلون الابره زين. فا اي فدخلوا الابره من هنا، فاكو فراغات هنا فكلها خلوها شو اسمه، خلوه بها هذا الكورتيزون زين وعبوها، فان شاء الله تكون هاي الابره الثانيه احسن. انا شفت بها فرق بصراحه بالنسبه للكميه اللي خلوها وبالنسبه للطريقه همين. صح؟ زين زين. هسه شو حنسوي؟ هسه انت لازم شنو قالوا؟ لازم انت تضلش مرتاحه زين، تقعدين اسبوع ترتاحين كلش مشيلين، احنا نشتغل بدالش ماش علاقتي. يا ابو وياكم الشيف محمود استحملوني. يعطيكم الصحه والعافيه. زين هسه ايش عندنا؟ شو حنسوي هسه؟ لان قلت لي ذاك اليوم اكو اسئله واجوبه. ان شاء
هسه ان شاء الله. اي هسه خلينا نسوي الاسئله واجوبه، ما نريد نتعب الحجيه اليوم، نسويها ان شاء الله خفيفه، ويوم جمعه، وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله، زين عيني بهذا الوجه الملائكي الحلو، خلينا نكمل اليوم مالتنا. زين حبايبنا، فهو طلبوا هم من امي تصور الحديقه بعد، طبعا دائما نصورها اكيد، بس اكو دائما تصير تغييرات، شغلات تكبر، شغلات تعرفون بعد، زين شغلات تختفي مثل النخله، هي عاديه، انا ما متذكرها ترى بعدني، يعني كل ما اجي ابوع اقول بلكي يطلع فد شيء من النخله. زين فش عندنا هنا؟ هاي اناناس؟ ايه هاي اناناس، واللي جواها اناناس، هاي هم اناناس حلو. هاي هنا الكرفس اللي زرعناه، هي خليني شيت هنا هذا الكرفس، تذكروا ذاك اليوم سويناه كان صغير، كانت اصغر من هاي، كلش صغير، شوف هسه شلون كبر ما شاء الله. زين هاي شنو هاي؟ هاي هنا الارنج، الارنج هاي؟ اي حلو. ما يجيبون هاي الصناديق، لان تعرفون احنا هاي سويناها قلت لكم كلها، فما يقدرون يزرعون بيها، هم قالوا ليش ما يزرعون بالحديقه، سويت لهم بس هاي الحديقه هنا، وهي على النظافه تظلها نظيفه وحلوه، ماكو يعني وصاخ، وهاي تعرفون يعني اراده تنظيف، اراده تعب، فبهالشكل هاي نضربها هواء تنظف كلها. وهنا هاي طبعا حشيش، هنا طولان، والله حجيه طولان هذا الحشيش، انا لازم هذا اجيب الماكينه قصه، هذا شوف صار طويل الحشيش والله، لازم اقص. زين هاي شنو اللي هنا؟ ثوم؟ اي ثوم. اه يعني هذا ثوم؟ هاي ثوم طبعا الراس خليناه حوالي اسبوع اي بقلاص. اي نعم، بس شويه طلع راس، نشلناه وفسخناه وسويناه. يعني انتم اهم شيء اول شيء تسووه تخلوه بقلاص مال مي او شيء، طلعوا له جذر يعني او ما شاء الله، قلاص شيشه يعني. زين حسب الموجود. اي هاي اكثر الزرع هالشكل يسووه صحيح؟ هاي هم ثوم، هاي زعتر، هذا زعتر، هذا رشاد. يا ابو رشاد قد احب الرشاد، ويلي يا ابو رشاد يموت. هاي هنا رشاد، هذا هم رشاد، هي اثنين، هاي لازم تسوون بعد اثنين منهم اصلا، رشاد طيب. وهذا هنا يستعملون هذا زين التراب، اي التراب هذا، وهذا يجي بيه طبعا هو يعني شلون يقولون بيه فيتامينات وشغلات، فهو هذا اللي يستعملوه للصناديق. هاي شبنت هنا، هذا شبنت هنا أنا. حلو. زراعة هنا أنا الليمون وال هاي هاي رمانة مو هاي؟ يا هي هاي؟ هاي شنو هي؟ لا هاي مشمش، مشمش عبارة رمان. لا لا مشمش. اوكي ايه زين يعني هاي هيجي فرة سريعة على الحديقة، هاي التين، وهاي النخلة مال الزينة. ننتقل إلى شنو؟ إلى المكان الثاني اللي هو هاي هم هنا صناديق، شوفوا صناديق ما تاخذ مكان. يعني انت اذا مثلا خلينا نقول هاي ماكو حشيش هنا وهاي زارعيها كلها، شنو الاستفاده؟ شنو يعني المنظر كل هذا؟ مو هذا يخرب، هذا الى موسم، فهاي كلها هنا حشاكم تصير زباله، تعال قعد نظف، وهاي مو صحيح؟ زين الكميه اللي زارعينها احنا اكبر من هاي الكميه، يعني هسه هاي مثلا هنا ايش قد تشوف هسه الحجم؟ شوف هناك ايش قد مزروع، شوف هسه هناك لو تجي على طول طول، زين شوفوا من هنا هاي من هنا هذا على طول طول، شوفوا يا السياج ما ماخذ مكان، صح لو مو صح؟ ما ماخذ مكان. بعدين اذا مثلا هو مواسم، هاي مثلا خلص موسمها اي شيلها نظفها ورتبها ورجعها وحدها، كما تقلب حديقه كامله زين على مود نزرع، صح لو مو صح؟ زين هسه هنا بطنج، هاي بطنج هاي اي، فهاي تتغير، يعني هاي دائما راح اصورها لان هاي دائما تتغير لانه مواسم. زين هاي شنو هذا؟ هاي بصل، بصل اي والله بصل، شوف حلوات خوش بصلات، هذا بصل همين هنا أنا. هنا ثوم، هاي هنا ثوم، يا حلو واحد يزرع بالبيت. هذا هنا سماد، هاي هنا بعد نهاية اللوبيا، لوبيا نهايتها ما كل لوبيا بعد، هاي نهايتها ايه. هذا قرقير، قرقير يا ابن جرجير، جرجير هاي قول حد الإمام اللهم قرقر وحقها النبي. زين هاي هنا مرامية، مرمية، مرمية طيبة. ايه. مرمية زين للمعدة مو؟ ايه. كلش طيبة المرمية. نكهة هم بالشاي كلش ايه. زين. ها هنا بصل. هذا بصل همين. هاي لوبيا هم نهايتها. ايه. هاي هنا ثوم. هذا هم هنا لوبيا. هنا بصل. هذا بصل. اي فموسم موسم هذا لوبيا ناثوم، اي هذا هسه الموسم هسه بصل وثوم واللوبيا راح تخلص كلها،
ويبلش شنو باقي له وراها؟ هاي شوف هاي لوبيا. اي لوبيا اي بعدها. شيل حجي راح اسوي لنا لوبيا همين. بعدها. زين يعني اي فشفتوا المساحه ايش قد؟ يعني المساحه شوف هسه من هنا همين اكو. يعني من هنا ومن هنا. هاي هنا زنجبيل. زنجبيل هذا. هاي كان حاطه جوا الطاوله هناك. اي. هذا نعناع. انا نعناع. نعناع جديد هذا مزروع. زين يعني اي هسه هذا كله تقريبا بصل ولوبيا وثوم. زين حبايب. فاي شوف الكميه هسه من هناك اللي هنا هاي كلها صناديق، اي صندوق مثلا ما يريدوا ينقلب يتنظف ينزرع به شيء ثاني احسن من الحديقه ما تقلب حديقه كامله. زين طبعا هذا النعناع جبناه من السوق ضبه أي. من السوق اي وخليناه بالقلاص نعم همين اسبوع أي. صار بي من جوا جذور اي بعدين حطيناه بالسنه اي بس قالوا ايش راح ايدش انت كل شوي محركتيها هاي ايدي احرك انت لا انت حركتها ايدك مسجلها بالفيديو ترى موجوده اي انت قاعد تحركين ايدك اي متوجعش اي ما ادري ايش هذا شو اسمه الحماس ياخذ اي الحماس ياخذ شيء والله هذا شويه حماس نخففه ونرتاح على مو شنو ايدك تصير زينه يا امي يا حبيبتي ترى العركات ترى مو بس بالفيديو انا هسه احكي وياكم يمكن اخف احنا نتعارك عرق قوي لما مثلا اقول لها ليش تعبه نفسك ما ادري شنو هي تقوم تحكي علي زين تقول لي انت اي قابل ما ادري شنو انت ايش مسوي وهاي واقول لها لا والله انا اساعد وتامرين امر حجيه وما ادري شنو يعني مو بس بالفيديو احنا نتعارك لا احنا نتعارك دائما بالاوقات العاديه وهي امي والله العظيم احكي وياها تضحك قولي صحيح تحبك زين هسه شنو امي عندنا كم سؤال هناك خلي نقعد ونسولف شويه شوفهم هاي الهنانة هاي هذا مال شو اسمه مال الزينه هذا اي حلو هذا قديم اكبر حجي هاي ما زرعناها هذا رجل البطه ها هذا رجل البطه اي رجل البطه اي النجم هذا قديم رجل البطه هاي اي ايش بيه رجل البطه ورجل الخروف رجل البطه النجم السوالف زين حلو وهاي هنا همين مال الزينه مالتنا نفس هاي مال الزينه هنا وهاي النخله النخله اللي ما تحمل والله حامله شوفي شلون حلو سبع سنين جاي نلقحها ان شاء الله ان شاء الله زين امي اكو عندنا شنو هسه قلت لي اكو كم سؤال نجاوب عليهم صحيح يلا خلينا نقعد زين وعم ترتاحين همين ونقعد نجاوب على الاسئله ان شاء الله طبعا اليوم الجو بديع ابى شو كنت نسافر من استراليا هسه عالم يقول لك شو كنت نجي لاستراليا لا والله واحد بس يسافر هسه شنو واحد يحب من يسافر يرجع يشوف شكو ماكو اصدقائه بس هي الدنيا كلها صارت مشاغل اقول ما اشوف طياره اقول شو كنت اصعد بيها زين يعني فالجو اليوم طيب هواء بارد حلو هسه خريف احنا عندنا امي حبيبي شنو الترتيب؟ هاي عندنا اسئله واجوبه اسئله واجوبه زين هاي الاسئله يعني خلينا نشوف يا الحجيه شنو الاسئله بالله زين يعني هسه شنو نسوي احنا هاي الاسئله اللي اجت بهاي الفتره خلي الحجيه تجاوبها اول سؤال يصير نخلي جبن موزاريلا على الكنافه يصير يصير عادي إيه؟ زين السؤال الثاني اقدر اخلي محلبي بدل القشطه على الكنافه ايه تقدر عادي يعني ايه حتى زيت عادي يعني بدون دهن اي بدون يعني زيت وبدون دهن اي زين يعني زيت بدل الدهن خلينا اي زين تطلع عندي الشعريه يابسه يجوز النار منصيتها كلش الشعريه هي قصدها الشعريه مال الكنافه مال الكنافه شو جت طياره ثانيه زين لان المطار قريب فكل شويه طياره ان شاء الله يكون الصوت واضح المهم في يعني هاي كلها على الكنافه زين شنو نوع الجبن اللي تستخدمينه بالكنافه ريكوتا او حلوم او موزاريلا كله يصير كله يصير عادي إيه؟ بس انت اكثر شيء تحبين تستعملينه شنو انا جبنه حلوم استعملها وموزاريلا اي وجبنه العرب جبنه العرب هم هنا مكتوب جبن العرب يصير الكنافه مع موزاريلا يصير يصير يعني بس مخبوط. يكون حلو يعني ما بيه ملح ما بيه ملح إيه؟ لازم يعني هو الجبن كله عامه يكون حلو ما إيه؟ ما يكون بيه ملح الموجود عند هاي جبن يصير هذا آه الحكي زين السمسم محمص لو لا طبعا السمسم أنا هو انا السمسم اول ما اجيبه
بس انا حمصه، لان اذا اخليه بلا تحميص يعفن، اي فهيك هو محمص يبقى يعني مده طويله ما عليه شيء. ما عليه شيء إيه؟ زين. زين هنا اكو شنو يعني واحد من المتابعات تقول بس الكليتشه بدون خمره احلى. ايه بدون خمره احلى، بس بخمره تصير اطيب، لان بدون خمره تيبس تصير يابسه. يعني شكل حلو بس تيبس. تيبس ايه. ويا ويا الخمره تصير طعمها طيب زين وما تيبس يعني. ايه. زين يصير حليب مكثف بدال القشطه هاي ويا شنو؟ هاي ويا الكنافه. ويا الكنافه. ايه. ما شاء الله الاسئله كلها على الكنافه. ايه. يصير حليب مكثف بدال القشطه؟ لا ما يصير. ما يصير. زين. يا ريت تسوين العجينه اللي هي التفريز ومقاديرها. طبعا احنا سويناها بالقناه وممكن نسويها مره ثانيه بس سويناها. وممكن تسوين الصلصه اللي سوينا بعدين لما سوينا عجينه التفريز سويتيها مثل يعني فطاير. ايه؟ سويتي صلصه. ايه؟ فيطلبون هاي الصلصه من عندك ان شاء الله اذا يعني ماكو بيها خطر على حياتك يعني عرفت شلون. ما بيزعم عليك. يعطيك الصحه والعافيه. اكو بعد شيء؟ هاي زين ذني الاسئله هسه انا الاسئله اللي من عندي يعني بذكر كم سؤال. خل التفاح. اي اكو هي متابعات قالت عندها تفاح شوفها من جد طياره ثانيه ما شاء الله المطار اليوم شغال بشرج علاوي. والله شغال سريع اليوم كل يوم كل شوي طياره. زين يعني عندها شويه مو ما شلون يعني مستوى زايد بي شويه لون جوزي يعني مثل بلش يخرب او شيء هذا يصير يسوي خل تفاح لو لازم التفاح يكون يعني زين ما بي شيء كامل. لا حتى لو بي شويه عادي. بي شويه عادي. اي بس مو كليته يعني خربان. اي لان اكو هوايه منهم يعني جربوا الطريقه ونجح، اكو جربوه ونجحوا بعدين المره الثانيه ما نجح وياهم، طبعا الطريقه مالتها هي اهم شيء الطريقه تكون خاصه الشاشه هواي سالوا عليه على الـ على جسمه شو يسموه هذا نخليها على القبغ. قبغ يعني. زين فيقولون نقدر ما نخلي هذا الشاش ونخلي القبغ نسده. لا لا هو لازم شاش على مود يعني يدخل بطريقه معينه يدخل يعني هوا كميه فيها. معينه هواء. زين فنفس الطريقه اللي سوتها الحجيه سووها تنجح وقالوا وهم هم سالوا هذا السؤال واحنا وهم جاوبناه هوايه انه بعد مثلا 10 ايام او اسبوعين يشوفون به خضار يصير. ايه فتخض الشيشه تحرك الشيشه تحركها وكل 5 ايام تحركها لحد ما يصير 60 يوم. حد ما يصير 60 يوم لانه اقل من 40 هي مرحله التخمر انا قريتها قبل ورا ال 40 يوم ما بها اي شيء اسمه هذا التخمر او الخمور لانه دليل على ذلك شنو انه ظل الخل بالاسواق سنتين وثلاثه يعني قصدي كل ما طول الفتره كل ما احسن صحيح؟ طبعا زين فهذا الخضار هذا احنا مو بوقت لما صورناه شفتوه صار خضار وصار هاي ايه؟ وظلت حركه بعدين هو راح هاي بكتيريا اي صح انا يعني قبل هم صارت وياي وشبيت على بعد خرب بس بداية. بعدين تعلمتها وسويتها وضبط وياي زين بس بالاخير اذا ما ضبط يعني اكو شيء بالطريقه غلط إيه؟ يعني انت من تجي مثلا تعلق وتقول هاي شو خرب ما ادري شنو لا هو مو هو مو خرب يعني انت شفت الطريقه مالته احنا ضلينا 60 يوم نصور يعني عرفت كل 5 ايام تتذكرون شلون كل 5 ايام نصور فعلا تعبنا هذا الفيديو ف يعني حتى بوقتها قلت له حجيك خلي اول شيء نسويه لما يخلص نصور يعني انه هيك بس نحكي يعني بس نسولف ونطلع يعني ونقول هذا بعد 60 يوم قلت لا يوم احنا نسويه من البدايه وياهم للاخير زين ينجح يعني قدامهم ويشوفوه بهالشكل هاي فسويناه بكل امانه يعني بهالطريقه هاي عرفتوا فاي شيء يصير فهو اكيد اكو شيء غلط بالموضوع يعني بس هوايه متابعين قالوا جربناه ونجح ويانا اي يعني اكو وحده هي واختها جربوه هي نجحت اختها ما نجحت فقصدي اكو شيء بالطريقه يعني غلط ما اعرف المهم زين علينا حبايبنا فهاي الاسئله زين حبايبنا والله ندعي لكم بالخير والصحه والسلامه الحجيه هواي ندعي لكم والله العظيم ما انسى اي واحد بهم تعليق تعليق ان شاء الله ما انساهم والله ينطيهم مرادهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين وشكرا على تعليقاتكم الحلوه ودعمكم للقناه والله ما قصرتوا ما تقصرون وان شاء الله بجهودكم ووجودكم ان شاء الله بهاي السنه قلت لهم ان شاء الله بهاي السنه نوصل لل 100 الف ان شاء الله الله كريم ان شاء الله هاي السنه الثانيه ان شاء الله بهاي السنه نوصل لل 100 الف هاي اهم شيء اريد امي تحصل على الدرع ان شاء الله بوجودكم وبجهودكم وما تقصرون انت ان شاء الله ربي يرزقكم ويوفقكم ويسعدكم وينور لكم مرادكم وينور لكم طريقكم ان شاء الله انتم واولادكم واحفادكم ان شاء الله بالموفقيه للجميع يا رب العالمين يا ان شاء الله ان شاء الله اليوم جمعه ان شاء الله جمعه خير عليكم ان شاء الله واليوم بالليل
صلاة الفجر هم دعيت لكم، لأن دعاء ليلة الجمعة يعني مستجاب إن شاء الله. إن شاء الله مستجاب يا رب، وأنتم هم ندعونا حبايبنا، ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد، وإحنا مستمرين وياكم، بس هنخفف شوية على الحجية. أنا ممكن أصير الشيف، شيف أبو البيض. أنا أسوي بيض والله، تريدون بيض؟ والله شو أسويكم بيض؟ والله شيء مو طبيعي. زين، أنا قاعد أسوي وعدك البيض. زي حبايبنا، ونشوفكم إن شاء الله في الجديد بهذا الهواء الطيب، وجمعة مباركة عليكم، مع تحيات نقاد فريق أمي الحجية، وأنا ابنها محمود من أستراليا، وفي أمان الله. السلام عليكم. مع السلامة.